اذا مو هو اكو ناس نزهاء موجودين داخل وزاره التعليم العالي راح يكون هم اصحاب القرار الحقيقي زي. واصحاب القرار ليس بقرارات خاطئه وانما بادله واثباتات تدين الهيئه الاداريه لاستقالتهم او اقالتهم او سجنهم حتى سجنهم في النزاهه. سجن؟ نعم. هسه نبدي لك الهيئه الاداريه لنادي الطلبه. قانون الانديه الرياضيه رقم 18 سنه 1986 شنو نص؟ نص كالتالي: لا يقل عمره عن 18 سنه يكون هو شنو؟ عضو هيئه اداريه، تمام؟ 18 سنه لازم. نعم، وما فوق. عندنا زين العابدين محمد طالب، زين العابدين محمد طالب اللي هو من عائله محمد الهاشمي. حدث عمره 16 سنه. اقل من العمر الاقل هذا واحد. وعندنا علي مهدي كاظم اللي هو من عائله مهدي كاظم اللاعب اوجه له تحيه. عمره حدث راح تتفاجئ 7 سنوات. شنو؟ 7 سنوات. نعم. وممكن تتاكدون من خلال الهيئه العامه الموجوده بوزاره الشباب او حتى في وزاره التعليم العالي. 7 سنوات؟ نعم. يعني صف ثاني ابتدائي؟ والله حتى بالروضه يسجلوه. فخل افصل لك الموضوع فضل. اولا باول، واريدك تنطيني المجال لانه المشاهدين لازم استرسل حتى اوصل الفكره واضحه. الاقارب عائله كابتن علاء كاظم، علاء كاظم جبر، بهاء كاظم جبر، حيدر شامل اللي هو زوج اخته، وعدي جبار اللي هو زوج اخته، هذه عائله علاء كاظم.